السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا تقنيين؟ الأخبار يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. معاكم محمد الريان من قناة محمد الريان على اليوتيوب، وفيديو جديد في سلسلة الربح من الإنترنت للمبتدئين وتجميع رأس مال تبدأ تستثمره في أي مجال تاني أعلى من المجالات اللي هنذكرها في الـ30 فيديو اللي في السلسلة دي إن شاء الله. فيديو النهاردة يا شباب هنتكلم عن استراتيجية لربح ما يقارب 5 إلى 10 دولار يوميا من جوجل أدسنس أو أي شركة إعلانية تانية عن طريق نسخ ولصق المواضيع بدون مخالفة قوانين جوجل أدسنس بطريقة ذكية جدا جدا، هشرحها لكم النهاردة إن شاء الله مع مفاجأة للناس اللي هتشتغل على الطريقة دي. ملف فيه 5000 رسالة هتستخدمهم في الطريقة دي ان شاء الله. في اخر الفيديو هعرضه عليكم وهسيب لكم رابط التحميل تحت في الديسكريبشن، فتابعوني بعد الفاصل القصير ده وهرجع لكم مرة تانية بالطريقة والتفاصيل المجملة كلها. تابعوني بعد الفاصل وهرجع لكم مرة تانية. اهلا بيكم مرة تانية تقنيين، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. سامحوني ان انا ما نزلتش فيديو امبارح، كنت مشغول شوية في حاجات تبع القناة. المهم يا شباب، فيديو النهاردة هو استكمالا للسلسلة. شرحنا في الفيديو اللي فات طريقة ممكن تستخدمها في الربح من الانترنت، الا وهي انشاء موقع بث مباشر، واستراتيجية بسيطة جدا هتقدر تجيب بيها زوار للموقع بتاعك، ذكرتها في اخر الفيديو لو انت شفت الفيديو للنهاية. المهم الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على طريقة تانية، وهي باستخدام بلوجر للناس اللي ما عندهاش راس مال، للناس اللي هي 0 دولار راس مال من الانترنت. بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن استراتيجية لربح ما يقارب 5 إلى 10 دولار يوميا عن طريق نسخ ولصق المواضيع، وهوريكم مثال للموقع اللي هنشتغل عليه النهاردة، وهعرفكم ازاي نسخ ولصق ومش مخالف لجوجل ادسنس. ده كده الموقع اللي احنا هنشتغل عليه يا شباب، ده كده مثال انا عملته. القالب ده بصراحة عجبني جدا جدا لاكتر من سبب. عندنا هنا ممكن تحول بين الوضع الليلي والوضع الصباحي والكلام ده، شكل التدوينات ممكن يبقى قائمة وممكن يبقى رئيسي زي ما انتم شايفين كده. ممكن كمان تلغي السايد بار وتظهره برضو عن طريق اللوحة دي او لوحة التحكم دي. القالب بصراحة عجبني جدا جدا. اما الناس اللي عندها قوالب جاهزة ممكن تشتغل عليها هي بتفضلها، عادي جدا يا شباب. عمر ما كان القالب هو الشرط الاساسي للربح من الانترنت، او عمر ما هيكون الشرط الاساسي للربح من الموضوع ده. طيب ازاي نسخ ولصق ومش مخالف لجوجل ادسنس؟ لو عايز تربح من النسخ واللصق باستخدام جوجل ادسنس، الطريقة سهلة جدا جدا وما فيهاش اي خطورة على حسابك على جوجل ادسنس، وهقنعك دلوقتي ازاي. في حاجات ما ينفعش ان احنا نغير فيها، زي الاحاديث، زي الحكم والمواعظ، زي الرسائل سواء كانت رسائل غرامية، رسائل دينية، ايا كانت الرسائل، رسائل تهنئة والكلام ده الى اخره. هل ينفع نغير في الكلام ده؟ هل ينفع نغير في صيغة الكلام الخاص بالرسائل او الاحاديث او القرآن او الكلام ده الى اخره؟ للأسف ما ينفعش نغير فيها. ادسنس او جوجل عامة بيسمح ليك ان انت تنسخ المواضيع دي، بس حطلي مقدمة، حط مقدمة للموضوع تكون من كتابتك، ما تكونش برضو منسوخة. هوريكم كده مثال للامثلة اللي هنشتغل عليها برضو ان شاء الله النهاردة. زي ما انت شايفين انا كتبت مقدمة عبارة عن 2.5 سطر. طبعا انا بفضل ويعني زيادة امان ان انت تكتب اكتر من 200 كلمة، تمام؟ اكتب اكتر من 200 كلمة عن الموضوع، اكتب اي حاجة خاصة بالموضوع. زي ما انتم شايفين هنا طبعا انا ذكرت كلمة رسائل حب عشان الاسي او والكلام ده، رسائل الحب الرومانسية اللي هو لونج تيل كيوردز لو انت فاهم في الاسي او والكلام ده. عندنا كمان الرسائل الغرامية وفي الرسائل الرومانسية، عشان لو الموقع ده تهيأ صح لنتائج البحث او لجوجل عامة هتلاقي ممكن يظهر فيه الكلمات المفتاحية دي، تمام؟ الكلام ده مش كوبي وبيست، اول 2.5 سطر دول انا كاتبهم من نفسي، تمام؟ يعتبر حصري. انما باقي الرسائل او باقي التدوينة زي ما انتم شايفين كده كله منسوخ من مواقع تانية، كله منسوخ من مواقع تانية. طيب هل في مواقع شغالة على كده؟ طبعا في مواقع كبيرة شغالة على كده، وهوريك موقع من المواقع دي. هو موقع اسمه رسائل حب.net، ممكن تخش عليه وتجيب منه المواضيع عادي جدا. الموقع برضو شغال على بلوجر وشغال على جوجل ادسنس وبيحقق ارباح كويسة جدا جدا جدا.
طيب انت عايز توسع المجال شوية، مش عايز تشتغل مثلا على رسائل الحب بس، يعني عايز تشتغل كمان على الاحاديث، عاوز تشتغل على الحكم والمواعظ، عايز تشتغل على اكتر من مجال بيسمح بالنسخ واللصق. سهل جدا يا شباب، ممكن تشتغل على اكتر من مجال، مش هتفرق يعني كتير، بس اهم حاجة يكون الدومين بالخاص بالموقع بتاعك سواء كان مجاني او مدفوع يكون عام. يعني ما ينفعش مثلا الدومين اللي انا مركبه اسمه رسائل حب ونزل احاديث، تمام؟ دي الفكرة، خليه حاجة عامة وركب القالب واعمل القوائم اللي فوق دي او الناف بار على حسب التقسيمات اللي عندك في الموقع، وابدأ اشتغل زي ما انا هعرفك كده بالظبط، خطوة بخطوة. هتركب القالب عادي جدا على بلوجر، تركيب القالب من اسهل ما يكون، القالب ده سهل جدا مش هيحتاج منك اي اعدادات او اي حاجة خالص، تمام؟ هوريكم برضو كده ازاي تعدله على القالب من جوه. لو دخلنا كده على اللي اوت او التخطيط، هتلاقوا دي لوحة التحكم الخاصة بالقالب اللي هي من اسهل لوحات التحكم اللي اتعاملت معاها. القائمة الرئيسية يا شباب اللي هي القائمة اللي بتبقى فوق دي اللي فيها الناف بار عامة، لو الناس فاهمها، ليه عيد الحب 2018، رسائل حب والكلام ده، اللي هي القايمة دي بتيجي تدوس عليها ايديت وتعدل زي ما انت عايز. هنا بتدوس على كلمة ايديت طبعا وتكتب اللي انت عايزه هنا وتضيف الرابط بتاعها هنا، وبعد كده بتدوس سيف، وبعد كده بتدوس سيف هنا. طيب هنا شعار الصفحة اللي هو اللوجو الخاص بالموقع بتاعك او الكلمة زي ما انتوا شايفين كده، تمام؟ عندنا هنا روابط التواصل الاجتماعي اللي هي الروابط دي. طيب عندنا هنا السلايد شو اللي هو السلايد شو ده بتحط فيه اسم التكسيمه. طيب يا شباب هرجع لكم بعد صلاه العصر ان شاء الله، فهسيبكم وهرجع لكم مره تاني. طيب رجعت لكم مره تانية يا شباب. بالنسبه للسلايد شو، لو دوسنا كده على كلمه اديت هتلاقي ان الديفولت بتاعه مكتوب فيه الثلاث سطور دول سيكشن 1 فاصله رسائل حب فاصله 4، تمام؟ انت عليك هنا هتغير كلمه رسائل حب باسم التسميه الخاصه بالمواضيع بتاعتك علشان يظهر هنا المواضيع صاحبة التسمية اللي انت هتغيرها هنا في السلايد شو. بعد كده انت مش مطالب منك تغير اي حاجة، هنا بتحط كود الاعلان الاول وهنا بتحط كود الاعلان التاني، وممكن تحط اكتر من اعلان عادي جدا من جوه السيم نفسه من جوه الاكواد لو انت عندك طبعا خلفية في الموضوع ده. طيب هنجيب كده موضوع من المواضيع اللي موجودة في الموقع ده وهنجرب كده نستخدمها. وليكن يا شباب هنفتح رسائل حب قصيرة 2017 وهنغيرها احنا لرسائل حب قصيرة 2018. هناخد كده كوبي ونيجي هنا نعمل نيو بوست ونحطه هنا بيست ونخلي دي 2018، تمام؟ ونيجي نكتب كده مقدمة بسيطة جدا، اهلا بكم في موقع رسائل حب 2018، نقدم لكم اليوم افضل باقات الرسائل الغرامية لك ولحبيبك ولأصدقائك الأعزاء. هذه الباقات بالتأكيد ستعجبكم جدا لأنها مختارة بعناية من قبل إدارة الموقع لكي تنال إعجابكم، لذا لا تنسوا أن تشاركوا تشاركون آراءكم حول الرسائل وأن تعطونا رسائلكم لكي ننشرها في الموقع، تمام؟ كده احنا حطينا المقدمة بتاعتنا اللي هي تعتبر حصرية مش منسوخة، وهنيجي بقى ناخد كده المواضيع دي كده كوبي وبيست، تمام؟ طيب جينا للاخر هناخد ده كده كوبي ونيجي على الترانزليت عشان نشيل الروابط الخاصة بالموضوع ده، او تفتح نوت باد عادي وتحط فيه الملف او الكلمات دي كوبي وبيست. طبعا هحطها هنا، تمام؟ وهاجي اشوف هل هي كاملة ولا لا. تمام اروح جاي واخد الكلام ده برضو كوبي وراح جاي هنا حطه عشان الحقوق او علشان الروابط اللي موجوده اللي خدناها احنا كوبي وبيست في الموقع. هنوسطها زي كده وندور لو في اي حاجه تاني مكتوبه ولا حاجه كده، تمام؟ كده احنا خلصنا
لصق الموضوع. هنيجي هنا في الليبلز او التسميات، وهنحط كده مثلا رسائل حب، رسائل رومانسيه، كلمات حب، مسجات حب. بعد كده ندوس ايه دان، وبعد كده ناخد الصوره الخاصه بالموقع ده برضو. تمام، هناخدها كده كوبي، وهنيجي هنا نحطها بيست. تمام، وبعد كده ندوس بابلش يا شباب. تمام، لو عملنا كده ريفريش هنلاقي الموضوع ظهر عندنا هنا زي ما انتم شايفين كده يا شباب. لو فتحنا كده الموضوع، المقدمة اللي احنا كتبناها، وادي باقي الرسائل اللي خدناها كوبي وبيست من الموقع التاني. طيب يا شباب، هل الموضوع ده او الشرح ده يقتصر على الموقع ده بس اللي احنا فتحناه؟ لا طبعا، في اكتر من موقع تاني. مجرد بس ما تكتب رسائل حب مثلا رومانسية 2018 وتعمل سيرش هتلاقي اكتر من موقع. جمع من اكتر من موقع وحط عندك في الموقع بتاعك. الموضوع مش هياخد منك ساعة يوميا، بس ان شاء الله بعد شهر او اجل من شهر ان شاء الله من النشر المتواصل ونشر الموقع ده على جروبات جوجل بلس. تمام، على جروبات جوجل بلس، لان هي اكتر تفاعل في المواضيع دي، هتقدر ان شاء الله تجيب ارباح كويسة جدا جدا من المواضيع دي. اكاد اجزم ان كل المواقع اللي في الصفحة الاولى بتنسخ من بعضها، كل المواقع بتنسخ من بعضها. فالكلام ده على مسؤولتي الشخصية، يعني انا اتحمل اي اخطاء هتحصل لك. تمام، المواضيع دي كلها مجربة قبل كده مع اكتر من واحد تبعي، مع اكتر من واحد انا اعرفه. تمام، ولكن كده اخش على موقع محتوى عشان اوريك برضو ان في اكتر من مواقع شغالة باكتر من موضوع، لو عايز برضو تشتغل باكتر من موضوع انت كمان. يعني عايز تشتغل مثلا زي ما قلت احاديث، حكم وعبر والكلام ده كله، او رسائل حب زي كده، ممكن تشتغل برضو عادي جدا. زي ما انتم شايفين كده كله بينسخ وبيحط عنده، وبيحط طبعا الاعلانات بتاعته جوه الموقع والكلام ده زي ما انتم شايفين. الصور دي كلها طبعا منتشره في جوجل ايميجز، لو انت بحثت على صور كده في جوجل هتلاقي اكتر من صوره زي كده، ممكن تستغلها في الموقع بتاعك عشان تقدر تحقق ارباح كويسه جدا 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 ان شاء الله. او عامه كده يا شباب، كلمه رسائل حب عليها اكتر من نص مليون عمليه بحث شهريا، اكتر من نص مليون عمليه بحث شهريا. انت محتاج بس حوالي 5000 زائر من جوجل يوميا عشان تقدر تعمل $5 إلى $10 يوميا من جوجل ادسنس. فهوريكم برضو دلوقتي الملف المفاجأة، واللي هتلاقوا الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، باكتر من صيغة، وورد واكسل وملف نوت باد عادي وبي دي اف واتش تي ام ال، وكمان صيغة تانية للوورد. لو فتحت كده مثلا الاتش تي ام ال، مجرد ما بتدوس عليه كده تكتين بيفتح معاك في المتصفح زي ما انت شايف كده، 5000 تغريدة مميزة تنتظرك. زي ما انت شايفين كده دي كلها تغريدات وكلها رسائل وكلها احاديث وعبر والكلام ده كله، ممكن تنسخها وتحطها في الموقع بتاعك بطريقة مجانية وطريقة سلسة، وان شاء الله هتحقق منها مبالغ كويسة جدا جدا عن تجربة. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هقدم لكم طرق اكتر من دي، وهتجيب لكم ان شاء الله مبالغ مالية كويسة جدا جدا. فاستنوني في فيديو تاني، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت واحد يحفزنا يا شباب نكمل في الكورس ده باستمرارية تامة. وشكرا للناس اللي بتشاهد المواضيع وبتوصلنا لأعداد عالية من اللايكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.